السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أهلا في هذا الفيديو الجديد، وطبعا اللي فيه مجموعة من التقنيات. هنا عندنا أستيس 1 والأستيس طبعا 2 والأستيس 3، ثلاثة التقنيات اللي غنشرحو اليوم. اللي عاد التحق بنا ولا أول مرة كيشوف هذه القناة، حاول الاشتراك وما تنساوش اللايك الإعجاب، هاد جوج حوايج غادي عليكم حتى باش القناة تكون عندها واحد الصدى ويكون عندها واحد الوزن طبعا مع باقي القنوات. اذا احسب النهايه ان على اليمين طبعا على زيرو، بشرط ان الانتيغرال ديال اكس من اكس لواحد ديال واحد زائد واحد على تي ليكسبون ديال ناقص واحد على تي دي دو تي. اذا طبعا خصنا باش نحسبوا النهايه خصنا نحسبوا هاد الانتيغرال. عندنا الانتيغرال من اكس لواحد ديال واحد زائد واحد على تي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي. وذاكم كنديروا هذه، يبان ليا اول حاجه نشرو هنا نضربو هادي مثلا ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي زائد واحد على تي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي. اذا ما عندنا جوج لانتيغ، هي لانتيغ ديال هذا زائد لانتيغ ديال هذا، هي لانتيغرال ديال ليكسبون ديال ناقص واحد على تي دي دو تي زائد لانتيغرال من اكس لواحد ديال واحد على تي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي. دونك عندنا جوج لي زانتيغرال. ارا نسميو اي في الاول، نسميو اي. اذا غنحسبو هاد الانتيغرال ثم غنحسبو هاد الانتيغرال. شوف نحسبو هذا هو الاول، هذا غنستعملو من كامل هذا لنحسب الانتيغرال ديال من اكس لواحد ديال ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي. نضع ممكن الأزل، نضع U تي كتساوي لنا ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي، و في بريم طبعا دو في، في بريم دو تي طبعا كتساوي لنا واحد، بحال هذا هنا واحد. إذا شنو هو الشق ديال هادي؟ خصنا نكونو عارفين الشقاق ديال واحد على تي هي ناقص واحد على تي أو كاري، ومع عندنا هاد المهم شو الشق ديال هادي؟ هي ناقص واحد على تي بريم ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي، والشق ديال واحد على تي هو ناقص واحد على تي مربع، مع الناقص هي واحد على تي مربع ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي. موراها غنمشيو هذه الأصلية ديال هذه، هي في دو تي اللي هي غتكون عندنا تي. مزيان في دو تي اللي هي تي. إذا غنكملو هنايا نحسبوا غير هذا الانتيغرال دابا. الانتيغرال من اكس لواحد ديال ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي، كناخذوا الاصليتين. فين الاصليه؟ الاصليه الاولى، وها الاصليه الثانيه اللي هي تي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي من اكس لواحد ناقص الانتيغرال اللي ما كانوش طبعا من اكس لواحد. شنو ما كانش؟ هذه وهذه. دونك غنديرو تي في واحد على تي او كاري ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي. هاي هادي فهم تساوي، نعوضو هنايا عطينا هنا واحد تي ياك، نعوضو عطينا واحد ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد ناقص، نعوضو باكس عطينا اكس ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على اكس. صحيح هادي طبعا ناقص، اختزلو هدي مع اكس هنا واحد، اختزلو تي مع تي، عطينا واحد على تي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي. دابا غنرجعو لإي، شكون هو إي؟ هو هذا زايد هذا، هذا هو، هو هذا هو، ياك؟ هاد الانتيغرال، ها القيمة ديالو. إذا إي تساوي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد ناقص اكس ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على اكس ناقص الانتيغرال ديال واحد على تي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي زائد هذا هو. دابا هذا عوضنا بقيمته، هي هذه. شو زائد؟ لانتيغرال من اكس لواحد ديال واحد على تي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي. نلاحظ ان هادو اوبوزين تقابلن، غتبقى لنا ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد ناقص اكس ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على اكس. عاد دابا نحسبو ليميت، دابا من بسطناها اذا نحسبوا لي حسبنا الانتيغرال اكس كيمشي اكس يؤول الى زيرو بلس، بمعنى ان ناقص واحد على اكس في عاد زور غيمشي واحد على زيرو ما لا نهايه مع الناقص مولا فيني. والليميت ديال ليكسبونونسيال الا كان كيعطينا
باردون الا كنت عطينا موال لانفيني اكسبوند موال لانفيني هي زيرو كعطينا طبعا زيرو ليميت ديال ليكسبونونسيال ديال اكس وكان كيمشي موال لانفيني كعطينا زيرو مربع هذه اذا هذه زيرو وهذه اللي عوضنا بزيرو زيرو 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 بقاتنا اذا ليميت ديال لانتيغرال من اكس لواحد ديال واحد زائد واحد على تي ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد على تي دي دو تي طبعا اكس اول الى زيرو بليس عطتنا ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد علاش لان هادي عطينا زيرو غنمشيو دابا للاسيس الثانيه هادو فيهم شويه الخدمه يعني عاد خصكم شويه بصراحه سرعه باعتبار ان الوقت غير كافي لانتيغرال من واحد اكسبونس ديال بي الكوز ديال ال ان دو اكس هادي موجوده في كتاب دراسي ديال البكالوريا علوم تجريبيه حياه الارض او حيت نفس الكتاب او علوم فيزياء كيميائيه اذا ها كيفاش غنشتغلوا عليها واحد اكسبونونسيال ديال بي الكوسينيس الالان دو اكس دي دو اكس هنا هذه راه مركب دالتين هذه نعتبروها داله وهنا غنديروا واحد غنديروا مكامله بالاجزاء اي دو اكس ايتيغال كوسينيس الالان دو اكس اي في بريم دو اكس ايتيغال ان شنو الشق ديال مركب دالتين هو الشق الدخلاني ديال الان بريم دو اكس شو الشق ديال كوسينيس هو ناقص سينيس الان دو اكس ناقص سين ديال هذا وهنا الاصليه ديال هذه هي اللي هي اكس هذه هي واحد على اكس مع الناقص هنا سينيس الان دو اكس اذا ها مشتقه وها الاصليه اللي غتكون جديده دونك جي شنو كنديروا الاصليتين هذه مع هذه اكس كوسينيس الان دو اكس طبعا من واحد ليكسبونونسيال بي ناقص لانتيغرال اللي ما كانش هذه وهذه لانتيغرال من واحد ليكسبونونسيال بي ها اكس فوا ناقص واحد على اكس سينيس الالان دو اكس طبعا دي دو اكس وهنا نعوضو عطينا ليكسبونونسيال ديال بي هنا نعوضو جينا كوس الالان ليكسبونونسيال دو بي ياك ها الكوز الالان ديال ليكسبونونسيال ديال بي هي بي والكوز ديال بي ناقص واحد اذا عطينا شحال ناقص واحد ناقص نعوضو بواحد ها واحد فوا الالان ديال واحد شحال زيرو الكوز ديال زيرو هو واحد اذا حنا قلنا هادي ناقص مع ناقص زائد لانتيغرال من واحد ليكسبونونسيال ديال بي ديال سينيس الالان دو اكس طبعا دي دو اكس اذا هذه هنا غنعملو بالناقص ديال اكسبونونسيال ديال بي زائد واحد سيمنا وهادي غنحسبوها تكونت لينا ضروري عليها نحسبوها دي دو اكس اذا ما نعقل على الجي هي هادي دابا نحسبو هادي غنديرو تاني نضع لنحسب الانتيغرال من واحد اكسبونونسيال ديال بي ديال من سينيس الالان دو اكس دي دو اكس غنوضعو تاني او دو اكس هي سينيس الالان دو اكس اي في بريم دو اكس اللي هي واحد شنو الشق ديال هادي هو الشق الاخراني هي واحد على اكس الشق ديال السين هو الكوس الان دو اكس وهي طبعا راه معروفة اللي هي واحد اذا باش تقدنا نرجعو لهنايا هنا دونك هاد لانتيغرال من واحد ليكسبونونسيال ديال بي طبعا اللي هو السينيس الالان دو اكس دي دو اكس غناخدو الاصليتين ها الاصليه طبعا هادي الاصليه اكس الداله الاصليه هادي هي اكس اذا هي اكس السينيس الالان دو اكس منها من واحد ليكسبونونسيال بي ناقص اللي ما كانوش ما كانتش هادي وهادي عاد شي اكس مع اكس غتبقى لينا لانتيغرال من واحد ليكسبونونسيال ديال بي هادشي هادي ما تبقى لنا الكوسينيس الالان دو اكس دي دو اكس هادي نعوضو الالان ليكسبونونسيال دو بي الان سينيس الالان ليكسبونونسيال دو بي هي السينيس وهادي ما عطاتنا بي ياك سين ديال بي راه زيرو اذا عطاتنا زيرو نعوضو بواحد الان دو واحد زيرو سين ديال زيرو زيرو وهنا شنو عطاتنا هادي راه هي الجي هادي اذا هي الجي اذا لانتيغرال من واحد ليكسبونونسيال ديال بي ديال السينيس
ديال ألان دو إكس دي دو إكس طبعا تعطنا ناقص جي، تعطنا ناقص جي. وتابع معايا مزيان، دابا جي هي هادي، جي هي ناقص ليكسبونونسيال ديال بي زايد واحد، وهادي شناها هي هادي حسبناها، هي تعطنا ناقص جي. جيبان لهنا غتولي جوج جي كتساوي ناقص ليكسبونونسيال ديال بي زايد واحد، إذا جي شنو غتساوي لنا؟ اللي نديرو فيها شي المقام، ناقص هنا ليكسبونونسيال ديال بي زايد واحد، ناقص مع ضالي. آخر أسيس عندنا هنايا في التمرين، شوفوا الأسيس الأخرانية، شوفوا حاولوا تشوفوا فيها مزيان، والفكرة شنو غدير؟ واش عندك شي فكرة على هاد الأسيس هادي؟ إذا كان نديرو خدمو هاد الأسيس هادي. طبعا باش نخدمو هادي ها هي، غنجيو غنديرو اول حاجه نبسطو هادي هي اكس مربع ناقص واحد على اكس عامل لاكس مربع زائد واحد، عندنا في مقام اكس وعندنا اكس مربع زائد واحد، هادو هما هنا شحال عندنا اكس كنحطو ا، ولكن شحال عندنا هنا اكس مربع نقص درجه، غنحطو اكس وغنديرو معاها مثلا بي اكس طبعا زائد سي. من تيكون عندك هنا اكس اس 3 مثلا، المهم اكس 3 كتنقص درجة وكدير أ إكس مربع تنقص درجة ودير بي دو إكس ودير سي. هنا شحال عندنا إكس مربع نقص درجة إكس وعاد دير معاها عدد، غنوحدو المقام هادي فهادي هي أ إكس مربع زائد أ زائد بي إكس مربع زائد سي إكس على إكس عامل لإكس مربع زائد واحد، إوا نعملو بإكس مربع عطينا أ بلس بي بلس سي اكس بلس ا سيغ اكس عامل لي اكس مربع بلس ا، ياك نشرناها هادي هنا هي اكس مربع ما عندناش اكس زائد صفر اكس ناقص واحد على، علاش درنا لها صفر؟ باش نقولوا هاد الدالة كتساوي هاد الدالة، معناها ان اللي مضروب في المعامل اللي هو واحد كيساوي لنا اللي مضروب في المعامل اللي هي ا زائد بي تساوي واحد، وهنا صفر كيساوي لنا سي كتساوي لنا صفر و ا كتساوي لنا ناقص واحد. من هنا كنستنتجو إذا كانت ا كتساوي واحد عوض هنا ا كتساوي ناقص واحد، هاهي ا كتساوي لنا ناقص واحد، عوض هنا بناقص واحد ديالي عطينا بي جوج، وطبعا سي زيرو. إذا ما عندنا نحسبو لانتيغرال، غنسميو مثلا كا، يساوي كا عوض نكتبو نديرو لانتيغرال من واحد لجوج، عوض نكتبو هادي ها هي، غنكتبوها بهذا الشكل هذا ونعوضو بالقيم، شحال لقينا ا؟ ناقص واحد غنديرو ناقص واحد على إكس زائد شحال لقينا بي جوج؟ جوج إكس على إكس مربع زائد واحد طبعا دي دو إكس، ما درناش سي زيرو تساوي الأصلي ديال واحد على إكس ديال الآلان ناقص الآلان القيمة المطلقة لإكس، شتي شحال ديال إكس مربع؟ جوج إكس، إذا إي بريم على إي هي الآلان القيمة المطلقة ديال إكس مربع زائد واحد، إيوا ونسدو بحال هكا ونعوضو بجوج ناقص الآلان جوج، عوض هنا جوج مربع زائد واحد هي الآلان خمسة، ناقص ناقص عوض بواحد الآلان واحد زائد عوض هنا بواحد واحد الآلان جوج، ها الآلان خمسة، هاد الآلان واحد مشات زيرو ياك، ناقص زائد ناقص ناقص الآلان جوج ناقص الآلان جوج هي ناقص جوج الآلان جوج، وبذلك نكون قد أنهينا التمرين المهم.